بالنسبة للسؤال الأول، الاستخارة جاء الترغيب فيها شرعا من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. الإنسان لا يعلم الغيب ولا يدري أين الخير، والأول يقول ما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فالإنسان يصلي ركعتين من غير الفريضة، إن لا تكون هذه الصلاة صلاة فريضة ولا تكون صلاة نافلة يعني متعلقة بالفريضة كسنن الرواتب، الأفضل تكون صلاة مفترقة عنهما. فيقرأ ما شاء في الركعتين، لو قرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، لو قرأ قول الله عز وجل ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة في القصص، وقول الله عز وجل في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذه قال بها بعض العلماء. فإذا فرغ من الصلاة وسلم رفع يديه وقال اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، ثم يقول اللهم إن كان كذا وكذا فكما جاء في الحديث، إن كان خيرا إن كان شرا، ثم يمضي في شأنه، وليعلم بعد ذلك أن ما وقع هو خيرة الله جل وعلا له، ولا يلزم من ذلك أن يرى رؤيا، قد يرى رؤيا لكنه لا يلزم من أن يرى رؤيا، لكنه ينبغي عليه أن لا يتحسر في أي طريق يختاره بعد تلك الاستخارة، لأنه صنع ما يملكه شرعا، ولو استشار فلا حرج ولا ضير، فالله عز وجل قال لنبيه وهو أكمل الخلق وشاورهم في الأمر.